موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. اليوم المنتظر بالنسبه لي. شوفوا العنوان، نلعب اغلى لعبه في السيارة. لا، نلعب اغلى سياره في اللعبه. انا قاعد كات نايس. نلعب اغلى لعبه، بنلعب اغلى سياره في اللعبه. طبعا السياره لو نروح على ايتم شوب الحين نحط كود في اس ال كابيتال سمول ما يفرق. شوفوا ايش قدامنا. سياره كان سعرها 500 توصل 600 دولار. دومينوس بيضه. طبعا ما انساكم بالفينك البيضه، ما انساكم بالدومينوس. في رابط تويتر، طبعا في تويتر كله عليك ريتويت وفولو لي وبس تخش سحب. طبعا السحب بيكون بعدها بيوم على طول، لان هذا الدومينوز بتروح بعدها بيومين، يعني من يوم نزلت يومين، فما عندنا الا يوم واحد تقريبا. احتمال ان اشوف متى تنزل بالضبط او متى بتروح بالضبط، وراح اسوي سحب قبل ما تروح الدومينوز البيضاء. راح اسلمكم الكريدت مثل ما تشوفون حاليا معي 3900. فبسم الله، يعني اذا واحد يدعمني ويبغى يشتري كريدت، عندكم موقع روكت ليج اكستشينج المعروف لا يعرف، من ارخص المواقع حقت روكت ليج. كريدت عندهم ارخص من اللعبه، وكذا كود فيسل يخصم لك 3%. انا ماني متكلم، جربوا بنفسكم واحكموا. اذا ما عجبك روكت ليج اكستشينج وشفت الاسعار غاليه بالنسبه لروكت ليج، تعال كلمني واعطيك يا حبيبي السعر كله لو تبي. فهنا نحط كود فيسل مثل ما قلت لكم، لانه بيدعمني جدا جدا بشكل ما تصورون. حطوا الكود بيشتري السياره. بسم الله يا لبيه. هلا بي اقسم بالله العظيم اسطوريه. لا يقولون بتنزل وقتين البيضه بعد. الله يبارك فيك، يعني انا ما ادري ايش اسوي فيكم انتم، الله يهديكم يعني. طب اليوم بيكون كان منفصل ان شاء الله، انه ما تصير مشاكل ان شاء الله يعني. بسم الله وعلى بركه الله. تقول لي هدف؟ ها الله قار. ها يا اخوي حرام عليك. ايوه اي والله غبنه، اقسم بالله غبنه. بدايه فاشله شفافي. تكفى لا امشي. لا ما اخذت البوست. حرام عليك، حرام عليك يا خوي، تترك يا حرام. خوينا وين راح؟ والله صدق يوم فجرت خوينا وين راح؟ لا هو راح المرمى ولا خش، ما ادري ما متكلم. انا اقول اللي يمدينا عليهم وبس. وات؟ وش ذا الطقة؟ 148 وش ذا يا دومينوز؟ والله كذب. امشي. تكفى. يا شيخ ذا الشوت. الله تضبيط اقسم بالله. لا تكفى. حلوة. لك. تكفى. كلوز. تكفى. ايه عيني اقسم بالله اسطورة. الهمة فيني زرفت صغيرة النصر. نايس خوي تكفى. كلوز وان. هدف. يووو. يا ساتر الشوتات الدومينوز. يووو. والله يا ساتر. والله يا ساتر الجيم. لا هذه ايش هذه؟ امشي. لا تكفى. لا ما تجي هدف. القهر. والله غبنه، والله ان جلدينهم جلد مو طبيعي، حرام. تكفى. لك تكفى يا خوي. والله ما ادري ايش صار اقسم بالله. مو بجايبها. يا الله والله كلوز. جيم جميل للامانه، جيم جميل. لا شيخ حرام. بشوت. الله اني داري. نو بروبلم يا خوي. تكفى خوي. تقدر شوت حرام، ليش راجع ليه؟ انا معك يا اخي، حرام عليك. لك والله انك كابتن يا خوي. ثلاث كور ورا بعض حرام عليك. والله نيد بوست. اوكي يا ساتر، والله ما ادري شو ما جدي يا اخي. ليش يشطف؟ راح يصدم يا اخي، حرام عليك. اوكي نايس.
والله نايس. شاتا فيني ولا ايش؟ والله نايس. جت مضبوطة. اووو نايس. والله لو ما رفسني طعم القهر. يو 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 يو. والله والله الدمنز رهيبة. والله الدمنز رهيبة. تكفى شوت يمين. اوه حلو حلو حلو. الله خرب اي شيء بس حتى لو ما معي بوست. خرب بس. يعطيه الكرة. نايس. كلوز ون. هاي هاي الكذب. والله كلوز. يا رب هدف. يا الله ناخذ البوست اللي هنا. تكفى. اوكي النكب. تكفى. ايه عيني يا شيخ. يا ساتر الجيم. يا ساتر يا الجيم. والله العظيم جيم جميل جدا. جيمين صراحة رهيبة بس الاول خسرنا فيه للأسف. خسارة دقر والله. والله دقر. حتى اللي معي مع دومينز. لا تكفى. لا ما تدخلين. اشو. وات. وات از ذيس. اوه. اوه. والله خوينا الكبنا شوي. بدون بوست يا بوي. بدون بوست. ثانكس برو. والله بدون بوست امشي. اعوذ بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ربنا يستر. هاي حرام. كانت النية اوقف الكورة بس سجت. هاي وش ذبان ذا. والله الدمنز اسطوري. اقسم بالله اسطوريه. اللي شاف المقطع الاخير حق الدمنز البيضه اللي كنت العب باكس مود الحين حقيقي. الحين نزلت في ايتم شوب تقول انه غالي وقتها وزي كذا بس ما توقعت ينزلونه. والله والله ما توقعت. ان شاء الله هدف. يا ساتر. لا 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 مستحيل. الله مستحيل. خله خله يتحمس. ساتر الجره. يو لو جريت بذا بعد. يا ساتر يا ساتر. يو لو جت. يو والله قروش تالهم صدق. اوه تكفى. ذبانة. تخرب تصوير تخرب كل شيء خلاص. نايس. والله بعصى خوينا. ايش صار؟ وات از ذيس دود. كم اون كم اون مي. يا ساتر الاسس. ضيع ضيع. لا ابغى يضيع بعد. اوكي والله بلكات اليمه قسم بالله. جلدتهم جلد. والله جلدتهم جلد. ثانكس والله ثانكس. 6-0. طيب خلاص اطلعوا. شكل واحد ما يبغى يطلع منهم. غالبا في واحد يخرب غالبا. جي جي ويل بلايد. تكفى لا خوي. ليش يرجع ليه؟ والله العظيم قهرني. اقسم بالله قهرني بشكل. تكفى شوت تكفى شوت تكفى شوت. رجع اول كوره اعطيته الكوره ما شاتها. واقف كذا انتظر ما ادري مني فيك له. والله قهرني صدق اقسم بالله. الله ما ادري جاب هدف ولا لا بس اخيرا. والله تركت الكوره خلاص ما ابغى اشوف. اوكي انا ما ادري ايش تسوي خوينا. الله يهديك يا خوي. الله يهديك اقسم بالله ما ادري ايش اقول. المفروض يكون هذا اخر جيم بس والله العظيم لازم جيم زياده. مع انه نقدر نعوض بس انا منجلط من الخوي. ما اقدر اصبر عليه. بنفجر كذا. وات از ذس. يا الله يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. اقسم بالله جلطه. انا ما ادري واقف ايش قاعد تسوي بس اوكي. نقش تكفى. اعطاك. صار نفس اللي سوى فيني. الله يا بثر بعد.
يلا رح حالاتي قد تشغلنا رح ضيعها هلو واو أصدم يا أخي إن شاء الله هدف يا الله لا نقول لنا بروبلم عشان فوز بس والله العظيم كريه اللي معي كريه من الآخر والله اني قال لكم انه كريه يا كريه يا كريه اوكي شو وضعك يا خوي اقسم بالله العظيم عبيط عبيط اعبط منه ما قد شفت قاعد يخش بالعكس في احد يخش زي كذا على المرمى والله قاعد العب لحالي قسم بالله نرفزه 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 ما اقدر اكمل بعد ذا الجيم ولا جيم اقسم بالله ما اقدر خلاص خسرنا فزنا ما يدخل شه واقف امشي انا ما ادري ايش اسوي فيه اللي بيقول لاق عنده بنك 32 شوفوا الحين يتحرك وعنده 32 بعد نفس رح 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 يا مريض رح تكفى هذا الذبان وش وضعه بالذبان يا شيخ تخش ليه يا حمار طيب النرفزة شاركوا في تغريدة لا تنسوا مع السلامة ما اقدر ما اقدر قولون انفقع